الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن حاضر ومسلم. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، قال في صحيحه وما زلنا مع كتاب الجهاد والسير، قال: باب ما يذكر من شؤم الفرس. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحاكم بن نافع من ثقات الأثبات رضي الله الجماعة، قال أخبرنا شعيب شعب بن حمزة وهم من ثقات الأثبات رضي الله عنه. قال عن الزهري، والزهري أمين المؤمنين في الحديث رضي الله الجماعة، لما تأخرت يا مريم؟ لما تأخرت؟ أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله وهو في قول أنهم الفقهاء السبعة، وثقة أوثق الناس في أبي. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أن إيش؟ أن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر من العبادة الأربعة من السبعة المكثرين على النبي الأمين. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس والمرأة والدار. قال: إنما الشؤم. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي بن قعنب من الثقات. قال الأثبات أصح الناس كتابا في الموطأ. عليكم السلام وبركاته. نعم. قال عن مالك. مالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. نعم. قال عن أبي حازم بن دينار. عمن؟ أبي حازم بن دينار. ما اسمه؟ سلمة الأعرج. سلمة ها؟ أبو حازم الأعرج. الأعرج صح؟ ماشي. سلمة ماشي. قال عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. نعم، حديث مهم في هذا الباب على التطير وعلى التشاؤم، وليس هذا من اعتقاد أهل الإسلام، بل هو من اعتقاد أهل الجاهلية. اعتقاد أهل الجاهلية هم الذين يعتقدون يعني هذا الاعتقاد، وهذا يعني يؤثر فيهم جدا تقدما وتأخرا، وهذا كما قال علماؤنا نقص في الإيمان ونقص أيضا في التوكل. الحديثان في مسلم وآيتان في نجاح أيضا في مسلم عن جابر: إن كان في شيء، يعني إن كان الشؤم في شيء ففي الربع والفرس والمرأة. وهذا معناه أنه غير موجود، لكن لو كان سيكون في هذه الثلاثة، وجبلت النفوس على ذلك، النفوس جبلت على ذلك رؤية هذا، والتطير في البيت الضيق، وكما سنبين لما التطير يكون فيه. نعم. وروى الترمذي الأول من حديث سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة عن أبيهما، قال: ورواه مالك عن الزهري، فقال عن سالم وحمزة، ورواه أيضا أبو عمر من طريق معمر عن الزهري، فقال عن سالم أو حمزة أو كليهما، شك معمر. وفي آخره قال: قالت أم سلمة والسيف، قال أبو عمر. وروى جويرية، وقد روى جويرية عن مالك عن الزهري أن بعض أهل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أم سلمة كانت تزيد السيف، يعني في حديث الزهري عن حمزة وسلم. وإذا قرر ذلك فالقول هنا فالشؤم نقيض اليوم، وهو التطير التشاؤم. وفي الحديث عن حديث عائشة: الشؤم سوء الخلق، يعني وأحق هنا هذا تفسير اسمه تفسير باللازم، تفسير باللازم، يعني لازم سوء الخلق أن يكون شؤما. نعم، شؤم على صاحبي وشؤم على ما يعرفه في هذا الباب. وورد في بعض كانت عائشة رضي الله عنها تنكر الشؤم وتقول إنما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية وأقوالهم، لذلك كان هذا من الاستدراكات التي استدركتها عائشة على 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 أبي هريرة. قالت: إنما كان هذا من اعتقاد أهل الجاهلية عندما قال الشؤم في ثلاث. نعم، بأن أبي هريرة قال: إنما الطائرة في المرأة والدابة والدار، فذكرت كلمة معناها أنه غلط، اشتدت على أبي هريرة وقال ذلك غلطة. كان ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في ذلك، يعني هذا قول أهل الجاهلية واعتقاد أهل الجاهلية. ومن طريق أنس مرفوعا: لا طيرة، والطيرة على من تطير، يعني تشاؤم على من تشاؤم. ويكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس، ويكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس. وهذه معناها أنه لو وجد يعني أكثر ثلاثة يكون فيهم ذلك، أو جبلت النفوس على أن يعني يحدث لها ذلك. عليكم السلام وكاته أحمد. هو المرأة والدابة والدار.
وتخيل بعضهم أن التطير بهذه الأشياء من قوله لا طيرة وأنه مخصوص بها، فكأنه لا طيرة إلا في هذه الثلاثة، يعني لا تشاؤم إلا في المرأة والدابة والدار. وأيضا قد ورد بأنه النفوس جبلت عندما تشمئز من شيء، يعني من باب الزرائع، أنه يعني يبتعد عنه. إذا وجد أن شقة مثلا أو دار فيها ما فيها من النقص، فيها ما فيها من تضييق النفس على الإنسان، يتركها، يبيع ويمشي. وهذا حدث، لأن حديث يحيى بن سعيد، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكنناها والعدد كثير والمال وافر. فقال العدد وذهب المال. فقال: دعوها ذميمة. فقال: دعوها ذميمة، أي عندكم لاعتيادكم ذلك، فالناس يتطيرون بهذه الثلاثة أكثر من سواها. جبلوا على ذلك، فما الناس وقع في نفس الشيء يتركه. ولكن العلماء تم تأويل قوله الطيرة في ثلاث أو الشؤم في ثلاث. قال في الدار، جاء تأويل من بعض العلماء قال: شؤم الدار الضيق، إذا أراد أحد أن يأتي زائرا أو أراد أحد أن يكون معه، أو فيجد ضيق الصدر بذلك، ما يستطيع أن يأخذه إلى، لو أراد الحاجة، لو أراد الطعام، لو أراد العورات تظهر، فلذلك يكون الشؤم في الدار الضيقة. والشؤم أيضا في المرأة قالوا عدم ولادتها، أن تكون عقيما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بذلك، قال: تناكحوا تكثروا فإن أو تكثروا تناكحوا تكثروا فإني بمهن بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا قال: تزوجوا الولود الودود. وقال في حديث ضعيف: ولود سوداء خير من عقيم بيضاء. فمن شؤمها عدم الولادة، ومن شؤمها سلاطة اللسان، ومن شؤمها سوء الخلق. المرأة سيئة الخلق، هذه امرأة سيئة، امرأة سيئة بحق، يعني هذه المرأة التي يعني تكون سليطة اللسان أو أنها سيئة الخلق، هذه شيطان، هذه كتلة شيطانة. ومن ذلك شؤمها أنها تكون يعني ما تحسن إلى زوجها، هذه أيضا من سوء خلق أو من شؤم المرأة. شؤم الدابة أنه لا يجاهد بها. شوف العلماء يقولون في الشؤم هنا يفسر، قال: شؤم الدابة ألا يجاهد بها. شؤم الدابة أنه أو شؤم الفرس أنه لا يقاتل بها، لا يغزي بها، لا تكون غزات بها، وأيضا تكون غالية الثمن جدا مع الهزال. ومن شؤمها أيضا أن يتكبر بها، هرك بشريا، والإنسان يتأثر جدا بما ركب. وأيضا ألا تكون مطوعة، كلما ركبها كانت نافرة، كسيارة مثلا كلما ركبها يعني ما يجد، يعطيها الدواء لا تتداوى، يعني تعطل عن كل شيء. وشؤم الخادم أن يكون سيء الخلق، وألا يطيع سيده. وحقيقة الأمر قد يكون الشؤم في غيرها، لكن قال السلام: إنما أسلوب حصر وقصر. بعض ما قال الشؤم قد يكون في السفر، قد يكون في الثوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: إذا لبس أحدكم ثوبا جديدا فليقول: اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والحق أن نقول بأنه الحصر هنا حصر المقصود، ولأنه لا شؤم أصلا، لأنه قال: إن كان، فهذا معناه أن الأصل إيش؟ عدم الشؤم، الأصل عدم الشؤم، إن كان، فالأصل عدم الشؤم، فإن كان الشؤم فيكون في الثلاثة، والحصر هو الأقرب في هذا. ولدلالة أن الحصر يكون أن هذا أن الشؤم يكون في هذا الحصر، له يعني من الوجهة العامة أو من الأصل العام في المسألة، له دلالات، من هذه الدلالات التي تثبت أن الصحيح هو الحصر لا الامتداد لغيره، هو ليش؟ ما نعم، أنا قلت يعضد بقى ذلك، أريد دليل آخر يعضد. الدليل الذي يعضد هذا يحتج به على ما قلناه في مسألة أنه قد يكون فيها منها فيها أي شؤم فيها. نعم الطيرة شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أنه ما أتى على مسائل جاهلية أو أخلاقيات الجاهلية تخالف الشرع إلا جاء قد مضاجعة. وحقيقة أيضا النظائر كثيرة، وإحنا ممكن نقول في أمر آخر: امتداد الفأل يضيق دائرة التطير. مش قائم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، قال وأصدقها
الفاء، الفاء اللي فين بقى؟ ها؟ نعم، الفاء اللي في الاسم، الفاء اللي في، الفاء اللي في الحال، الفاء اللي في الطريقه، فالفاء اللي في كل شيء. فامتداد الفاء لي يضيق دائره الايش؟ التطير. وهذا يجعلنا نقول بان الاقوى ان مساله التطير مساله محصوره. وقوله يقول إنسان من سعادة المرء ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، من شقاته المرء السوء، المرأة السوء، والمسكن السوء. شوف هنا بين ذلك أهو الآن في بضدية تبين الأشياء أنه لو كان يكون في ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وابن ماجه قال: لا شؤم قد يكون اليمن في المرأة والفرس والدار. هنا نص قال، قال لا شؤم أو نفى الشؤم، قال واليمن وقد يكون اليمن في المرأة والفرس والدار. فانظر كيف كيف. وطبعا اصلا وقال لما قالت يا ابتي اللهم اتنا بدنا حسن وقال حسن وقال عذاب النار، ما هي حسنه الدنيا حسنه الاخره؟ قال حسنه الدنيا هي المراه صالحه الرجل ايش؟ صالح. وقد ورد البركه في ثلاثه: في الفرس والمراه والدار. وقال اذا كان الفرس ضروبا فهو مشؤوم، اذا كانت المراه قد عرفت زوجا قال زوجها فحنت اليه فهي مشؤومه، اذا كنا بغير هذا الوصف هن مباركات. وما منا من احد الا وقد تطير. هذا قول من؟ ابن مسعود. وش قال بقى؟ ما هو منا من احد الا ويذهبه الله به. ها؟ ويذهبه والله، ولكن الله يذهبه بايش؟ بالتوكل. ما منا من احد الا يقع في قلبه. لذلك ورد في بعض الروايات التي رواها الطبراني وغيره وهو في مصنف عبد الرزاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يسلم منهن احد. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب احفظنا واحفظ المسلمين رب العالمين. قال: ثلاث لا يسلم منهن احد: الطيره والظن والحسد، فاذا طيرت فلا ترجع، واذا حسدت فلا تبغي، واذا ظننت فلا تحقق. في ذلك ان نقول بقول السلام انما الطيره في ثلاث، او قوله لا طيره لا عدوى ولا طيره، وان كان الشؤم ففي ثلاث، وهذا ما جبل عليه الناس، يعني يميل الشؤم فيه من هذه الثلاث: من المراه ومن الدبة ومن البيت المسكن. وعلماؤنا لما فسروها قالوا: أما الشؤم من المرأة أن تكون سيئة الخلق سليطة اللسان، نعم، أن تكون عقيما، والدبة تكون شرسة لا تطاوع، وأما الدار أن تكون ضيقة. فهذه من أعظم ما يمكن أن يكون إيذاء لصاحبها. الفاظ المستنبطة: إنما أسلوب حصر وقصر. مراجعة الافاضل الفاضل المفضول تعليما من وين هذه؟ عائشه وتعقب عليهم. الشريعه الغراء جاءت برد كل ما كان في الجاهليه. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.